احمد، الاجازه دي خلصت بسرعه قوي، انا ما لحقتش اشوفك غير مره واحده. العيش يا قلبي، كلها اسبوعين اتنين، شوفك تاني. اسبوعين؟ خلاص المره الجايه خدني معاك شرم. اوعدك لما الاقي شغل في القاهره مش هبعد عنك ابدا. ايه ده، انت هتسيبني وتسافر برضو؟ انا سيب الدنيا كلها وما اقدرش اسيبك. منى، انت مش ناسي حاجه؟ ايه، مش فاكره؟ لا فاكره. النهارده 20/3، عدى سنه على ارتباطنا. بحبك. اشربوا ايه؟ واحد قهوه مظبوط. والانسه تشرب ايه؟ زي عندنا لاتيه حلو قوي يا انسه، تحب تجربيه؟ يا باشا قلت لك 2 قهوه مظبوط. والقهوه بتاع الانسه برضو مظبوط؟ ايوه قلت لك 2 قهوه مظبوط يا عم. طمني بحاجه تانية يا فندم. لا يا سيدي. لا هو جازي تدرش هر ابوكو اسود. اوبا دوس كمان يا ابن اللعيبه. يا عم اوعى كده، انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ يا باشا بكلمك. انت بتكلمني انا؟ امال بكلم امي؟ اتجننت يا ابني ولا ايه؟ هو مين ده اللي اتجنن يالا؟ انت فاكرنا كوكات؟ طلع منها ده، طلع منها. ايوه برضه والله. يا اسطى انت بيبص اصلا. ابوس مين يا ابني؟ انت اتجننت. ايوه كنت بتبوسها. انت فاكر نفسك فين؟ انت في كافيه محترم يا بيه. قليل ادب. ما اسمعش صوت. ليه بقى؟ انت سامعني كده؟ زي ما سمعت بالظبط. كنت بتبوسها. طب اركن انت بقى على جنب. يلا بينا من المكان الوسخ ده. يا باشا يا باشا استنى بس، خلينا نتفاهم. كله بالحنيه بيفك وانت عارف. نتفاهم ايه وبتاع ايه؟ انا همشي من هنا، الموضوع خلصان. استنى بس يا باشا، اسمع من خوك بودي. يلا يا احمد. يا عم كله بيمشي بورقه ب50. 50 جنيه؟ احنا ما عملناش حاجه غلط. لا عملت يا دكر، وبستعمل بقها ورحمه امي ما هسيبك. انتوا اتجننتوا؟ ده خطيبي. خطيبك مين يا؟ ده احنا دافنينه سوا، ده كل يوم من ده هنا. وانت مالك انت، خطيبه ولا مش خطيبه؟ ايه يا عبد الله؟ ايه يا مصطفى؟ في ايه الدوشه دي؟ يا استاذه شيرين، الاخ ده ارتكب فعل فاضح فوق. استغفر الله، فعل فاضح ازاي يعني؟ الاخ ده بس الاخت دي. تعال كذاب. طب يا عم انا كذاب. انا ايه يا اسطى؟ كذاب. انا يا استاذه شيرين كذاب. نشوف الكاميرات. انا بقول نشوف الكاميرات. اهو اهو، شايفه يا استاذه شيرين؟ بوسه اهي بنفسك، بوسه. يا ابني فين البوسه دي؟ والله ما لمستها. استنى بس ثانية، عيد تاني كده. نعيد تاني. ايه هو احنا ورانا حاجة؟ واضحة يا جماعة والله، بوسة اهي واضحة. يا ابني واضحة فين؟ أنا إيدي ماسكة إيديها، وشي بعيد عن وشها. والله العظيم من بعيد. ماسك من بعيد فعلا؟ بصي حضرتك، احنا كنا قاعدين وكان بيكلمني إن هو مسافر خلاص، وده آخر يوم هشوفه فيه، تمام؟ فبقول له هوحشك، فقال لي آه هتوحشيني، حتى ما قربناش من بعض أصلا. هي فعلا الكاميرات مش جايبة بوسة. شفت بقى؟ لا بقى، ما انت كنت ناوي تبوسها بقى. يا ابني فين البوسه دي؟ يا عم بيقول لك ناوي، يعني مش لازم تكون بوستها. وهي بالنية، انتوا مجانين. هو ده خطيبك فعلا يا حبيبتي؟ وانت مالك يا انت، خطيبك ولا مش خطيبي؟ يلا يا منى. خد هنا يا امور، رايح فين؟ هو ادخل الحمام زي خروجه حبيبي. اوعى ايدك دي. بقول لك ايه، ما تعصبنيش عليك. بقول لك ايه، صوتك ما يحلاش. عظيم بص عشان راحة. اقسم بالله موته. ولا اوعى يا عم كده. Since you said you